الإمام الذهبي رحمة الله عليه، أوسع رحمة، يحكي في سير النبلاء عن الإمام الحاكم الذي ترجم للشيخ أبي عثمان الحيري من أهل خراسان، والذي كان للخراسانيين كما ورد في ترجمته كأبي القاسم ابن محمد الجنيد للعراقيين. إذن هو شيخ تلكم الأنحاء رضوان الله عليه، المتوفى سنة 88 و200 من الهجرة. ترجمه الحاكم في 25 صحيفة، وذكر العجائب أيها الإخوة من قدر هذا الرجل وتألهه وصدقه. يحكي الإمام الذهبي عن الحاكم أيها الإخوة أن حاكم الري، كأني أظن أن اسمه أحمد بن عبد الله، وكان طاغية مسرفا مجرما والعياذ بالله، أمر يوما بأن تركز الحربة، تعرفون الحربة الطويلة هذه، وضعت هكذا ركزت في الأرض، ثم أقسم بالله إن لم يصبوا عليها الدراهم صبا حتى يغطوا رأسها فقد أحلوا دماؤهم. يخاطب الأغنياء والتجار، شوفوا الظلم، أكل أموال الناس بالباطل، عنده جيش وعنده شرطة طبعا، يذبح الناس في المساجد في الطرق، مجرم مستبد لعين مريد. طيب حرب هكذا ربما طوله أي متر ونصف، إلى متى سنضع حتى يغمر رأسها سنها بالدراهم؟ مئات ألوف الدراهم. فأحد هؤلاء التجار المساكين لم يهتدي إلى جمع إلا 3000 درهم، هذا الذي اهتدى إليه، هذا كل ما عنده. فأتى يائسا وقد قطع به إلى الشيخ أبي عثمان قدس الله سره، يقول: يا شيخنا، والله لم أهتدي إلا إلى 3000، ونصيبي الذي وقع علي 30000. المساكين التجار والأغنياء تقاسموا، أنت يكون عليك كذا، وأنت يترتب عليك كذا، هذا ترتب عليه 30000، 30000 درهم فضي، لم يهتدي إلى جمع سوى 3000 فقط العشر. فقال له الشيخ أبو عثمان، قال له: هل تجعلني في حل؟ كيف أتصرف فيها؟ قال: أنت في حل. فأمر أبو عثمان بها فوزعت، قال: وزعوها في الفقراء والمساكين والمحاوج. الرجل تعجب، 3000 ذهبت أيضا. قال: اجلس عندي. جلس، وظل الشيخ أبو عثمان الحيري يتردد بين السكة والمسجد ضارعا إلى الله، مبتهلا إليه: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. حتى دخل وقت صلاة الفجر، أذن لصلاة الصبح أيها الإخوة، فقال أبو عثمان لغلامه: أخرج إلى السوق وانظر ماذا حصل، ماذا وقع. فخرج غلامه الفرغاني وحاد، قال: يا مولانا، لم يقع شيء. فجلس مكانه وقال مخاطبا ربه: لا إله إلا هو، وعزتك وجلالك، لا أقمت الصلاة حتى تفرج عن المكروبين. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. خلي الآن كل ملاحدة العالم، كل مادي العالم سيقولون قصص قديمة، لا لا لا، عنا منها الكثير، حية وأصحابها أحياء يرزقون، عايشناهم ونعرفهم وانتفعنا ببركاتهم. تبا للمحرومين. على فكرة لم يعد المحرومون هم الملاحدة، والله أكثر هؤلاء المتطرفين المتزمتين دينيا محرومون ويسخرون من هذه الأشياء، سخر الله منهم، سخر الله منهم، لكن الأحداث تسخر منهم بشدق مفتوح على مصراعي. الأحداث المجريات تسخر منهم، هم أصبحوا مسخرة دون أن يدروا أيها الإخوة، مصيبة. قال: وعزتك وجلالك، لا أقمت الصلاة حتى تفرج عن المكروبين. اذهب يا فلان إلى السوق. فذهب وعاد من فوره يقول: الله أكبر الله أكبر. شق بطن أحمد بن عبد الله، قتل. فقام الرجل يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ودخل في صلاته. قال الإمام الذهبي رضوان الله عليه:
بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت. بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت. تتحدث عن وراث محمد لا عن الكذبة على محمد وتراث محمد وقرآن محمد. بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت. بمثل هذا يثبت الإيمان في قلوب الناس. بمثل هذا يعلم الناس علم يقين لا علم ارتياب وتظنين أن هؤلاء لو لم يكونوا على حق باتباع الدين الحق والنبي الحق والكتاب الحق للإله الحق لا إله إلا هو ما أعطوا هذا المدد، ما فتح عليهم هذه الفتوح